وأكد المحافظ أن الحكومة المحلية ستعمل على يكون برنامجها لإعادة الإعمار ينسجم مع برنامج الحكومة الاتحادية، متعهدا باستثمار الدعم الحكومي للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة. اليوم يتطلب منا القيام بخطوات حقيقية من أجل الشروع بحملة إعمار تتناسب وهوية نينوى وحضور نينوى التاريخي والإرثي. بالطبع المهمة ليست سهلة والحاجات كبيرة، وعلينا أن نعمل جاهدين كحكومة محلية من أجل الانطلاق بإعمار حقيقي، وكذلك تلبية متطلبات المجتمع في محافظة نينوى، وأن يكون برنامجنا المحلي ينسجم والبرنامج الحكومي للحكومة الاتحادية. إن شاء الله سنقدم كل ما نستطيع ونستثمر الدعم الحقيقي من قبل السيد رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية من أجل تحويل نينوى من واقع إلى واقع.